المضاد. لا متفقين هادو هما اللي غادي يقولوا المجتمع. الراي الرسمي ديال المؤطر الشرعي للدين المغرب بالنسبه لهذا التصريح. لا الراي الرسمي لا واش واش كاين راي رسمي بالنسبه لهذا التصريح اللي المجتمع كيتفاعل به الان؟ تصريح ديال نهاري بالنسبه لهذا السيد هذا، واش كاين راي رسمي ديال المؤطر الديني ديال البلاد؟ شوف الله يجزيك بخير، كما قلت ما يقال كثير وكثير. لا لا بس معناه لا كثير، حنا متفقين. ولكن الا سمحتوا اسمح لي، اعتبرتوا الدعوه ديال القتل غير راي ديالو؟ اعتبرتوا الدعوه ديال القتل اللي قال غير راي ديالو؟ لا غير من ناحيه تنظيميه. ما يقال يمكن ان يقال في منبر ديال المسجد في يوم الجمعه في درس من الدروس تحت اشراف المجالس العلميه تحت اشراف المندوبيات الاوقاف، يمكن ان يقال في الفيسبوك، ممكن ان يقال في تويتر، لنفرض قيل في الفيسبوك، لنفرض قيل في الفيسبوك. وحنا كنطلبوا عليك كنطلبوا المؤثر الديني يقول لنا الراي ديالو على هذه الخرجه. لا شوف الله يجزيك بخير، حنا كما قلت ما نسميوهاش خرجه رسميه. لا هناك حريه الان، اي واحد له ان يقول الراي حر بالنسبه للمشرع الديني باش يحرض بالقتل. لا هذه مستوى اخر، هناك جهات لا الى ذكرنا من الناحيه الفقهيه احنا الحاكم هو الذي ينفذ الاحكام، الحاكم هو الذي ينفذ الاحكام ماشي الاشخاص، ولكن ما وصلناش لهذه الدرجه. يوم ان نصل الى هذه الدرجه كلام اخر. اما من ناحيه ديال نفرضوا ان شخص زنى وجاء قال انا زنيت وجاء عندك جاء عندك انت ولا عند انا، لا يمكن ان ننفذ عليه الحكم. الذي ينفذ الاحكام الشرعيه والحدود بصفه خاصه انما هو الحاكم. ومن نفذ فيه الشرع مثلا واحد جاء قال لك انا زنيت وقتلته فانك تقتل. فانك مجرم. مجرم مجرم ماشي تقتل. مجرم اذا الاحكام الشرعيه. ولذلك شوف تنفيذ الاحكام الشرعيه من اختصاص الحاكم. واخا ولكن غير استاذ مفرح الاشخاص استاذ مفرح خليه يتكلموا، ولكن المجلس خليه يتكلم خاصك تعطيه النصيحه وتربيه حتى هو باش ما يبقاش يتكلم بحال هكا. استاذ مفرح واش فهمنا دروك؟ متفقين. الاحكام لا يطبقها ولا ينفذها الا الحاكم. خليه يعطي النصيحه لهذا الشخص اللي خرج بهذه التصريحات. إلا سمحتوا لي نقطة نظام مهم هذا الحوار، غير أنا بغيت نزيد نطور هذا السؤال النيت اللي كيطرحه رياض مزور. واش اليوم لأنه بالنسبة للرأي العام شافوا هذا السيد وشافوه الناس وسمعوه وشافوه في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي وكيقول، وبالنسبة للمغاربة اليوم إلا سولنا الناس كاين اللي بالنسبة لي هذه فتوى. احنا كنعرفوا على انه المجلس العلمي الاعلى اليوم هي الهيئه اللي وصيه على اولا يعني تنظيم ديال القطاع الديني والاصلاح ديالو، وهي الهيئه الوحيده اللي ممكن اليوم يدخلها وعندها هذا الحق والصلاحيه ديال انها تفتي. واش 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 اليوم مثلا هادو الناس تسالوا واش ما كانش خاص مثلا المجلس العلمي الاعلى يعمل واحد صريح، يعمل بلاغ، ياخذ يشارك في هذا المخاض في هذا جا في هذا الحوار اللي تفتح ويقول اودي بلاتي نديروا شويه ديال نقطه نظام. هذا السيد راه كيهضر هذا غير راي، ما ناخذوه لانه فتوى ولا كذا ولا كذا. هذا الشيء اللي كتقولي هو الحاصل. المجلس العلمي ولكن ما كانش صريح. سمحتوا شوف المجلس العلمي اعلن في غير ما مره وبالقانون وبمختلف الوسائل ان المصدر الوحيد عندنا في المجتمع المغربي للفتوى العامه انما هو الهيئه العليا للافتاء. وكيقول المجلس العلمي الناس ان الناس اللي مسؤولين عما يقولون ويمكن المجلس العلمي يسائلهم هم المنضوون تحت المجالس العلميه اللي هما الوعاظ المرشدون اللي هما الخطباء، هم الناس اللي تابعين للمجلس العلمي الاعلى. اما الاشخاص الاخرون راه ما يمكن ليكش تضبط اي واحد. شنو من رايك؟ يطلع لك واحد الان استاذ مفرح. استاذ مفرح من رايك كيف المختار الغزيوي كيعبر بكل حريه، عبد الله نهاري حتى هو تيعبر بكل حريه؟ أنا كما قلت غير ما مرة أننا في زمن الحرية، ولكن هناك ضوابط يعني فيها سلم، بمعنى أن هذه الحرية إذا وصلت لواحد المستوى آخر ما كيدخلش ديك الساعة العلم، راه كتدخل جهات أخرى، كتولي مسائل أخرى، منطق آخر غادي فيه. هي دخل القضاء. أما نحن لو كنبقاو في الإطار العلمي في المناقشة الفقهية راك سمعتي اللي كاين. باش نسكتوا أي واحد وباش نتبعوا أي واحد كيفما كان هذا لا يمكن، وإنما هناك إرشاد للناس أن هناك المجالس العلمية، هناك ناس يتكلمون تحت مظلة المجالس العلمية. هذه فكرة وصلتنا. هذه فكرة وصلتنا.